لا شك إنه إحنا في سعينا الدائم نحو تطوير الإنتاج الزراعي والبحث عن منتج آمن ونظيف حماية لصحة الإنسان المصري وتطويرا لمنتجاتنا الزراعية المصدرة إلى الخارج، نحن نسعى إلى استخدام كل ما هو متاح لدينا من تكنولوجيا في المعلومات والاتصالات. واحد من هذه التكنولوجيات الهامة جدا هي الإرشاد الزراعي الإلكتروني وغير التقليدي. الإرشاد الزراعي الإلكتروني وغير التقليدي يتميز بسمات مهمة جدا، أهمها سرعة الاتصال، نمرة 2 دقة الاتصال، نمرة 3 دقة النتائج التي تصل إلى المستفيد النهائي وهو المزارع الصغير. دور اللي بتقوم بيه حاليا لجنة المبيدات ده من أهم الأدوار بخصوص الأمان في استعمال المبيدات ورصد المبيدات، لأن النهاردة كنت أول مرة أسمع إن هم بيقوموا بعملية رصد المبيدات، وده مهم جدا علشان يعرفوا إيه المبيدات اللي هي أكثر تواجدا في المحاصيل الزراعية، وبالتالي يتم منعها أو تقليلها بشكل أو بآخر يعني. ودي نقطة مهمة جدا، لأن ناس كتير كانت بتقول الرصد ده بعد الرصد هيحصل إيه، لأ ده الرصد ده له نتائج كبيرة جدا. طبعا احنا كوزاره الزراعه او اداره مركزيه للمكافحه احنا بندعم المزارع من خلال لجنه مبيدات الافات الزراعيه بالمبيدات الموصى بها والمسجله. المبيدات الموصى بها والمسجله طبعا موجوده في الكتيب اللي احنا بنعمله في 2019. طبعا في مبيدات اتلغت وفي مبيدات تم اضافتها. المبيدات ديت في فتره امان كويسه جدا للمبيد. مساعده المزارع من حيث الانتاج الزراعي في البدايه، ثم ان المحصول اللي يحصل عليه كيف يسوقه باسلوب حضاري. ففعلا الشركه بصراحه عندنا عده اهداف. الهدف الاول ان احنا ننتشر افقي على مستوى جميع المحافظات. حققنا الانتشار لغايه دلوقتي 22 محافظه، ولكن بنستهدف نوصل لغايه 27 محافظه على مستوى الجمهوريه من خلال منافذ مملوكه للشركه او مؤجره من البنك الزراعي او من القطاع الخاص أو من المشاركة مع بعض الأفراد. وبرضو دي رسالة كويسة أن احنا نشارك بعض الأفراد اللي عندهم أماكن ممكن تستخدم كتخزين وكتسويق، ويدخل بأسلوب المشاركة بحيث أنه ياخد هامش الربح. أنا بموله وبتمويل كامل من الشركة، ثم بياخد هو جزء من الربح وأنا باخد جزء من الربح. فلاح النهاردة ما أصبحش فلاح تقليدي، أصبح فلاح متطور. فلاح النهاردة يملك التكنولوجيا والمعلومات غير الناس ما هي متصورة في الأول. أنا بس بحب أوجه الشكر لمؤسسة اقتصاد المعرفة برئاسة المدير التنفيذي الدكتورة درة يفعاني، لأن ده برنامج مهم جدا عشان يوصل للفلاح، لأن ده هيساعد الفلاح كتير. وكمان بنشكرها على تطبيق اللي هي التغيرات المناخية على الموبايل. النهاردة الفلاح أصبح يستخدم التكنولوجيا الحديثة في تطبيق الزراعة الحديثة.